بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد مدير معهد التكنولوجيا، سيد مدير الجامعة المكلف بالعمل الخارجي، زملاء الأساتذة، أبنائي الطلبة، الأسرة الإعلامية الفاضلة، شكرا على تلبية الدعوة. لن يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الإعلامي حول مشروع Green Bet 2024، وهو المشروع الذي يرتكز أساسا على الابتكار التربوي والتكنولوجيا الرقمية، وهو ما يسهم في العمل على إعداد أساتذتنا وطلبتنا لمواكبة التحديات التعليمية والتكنولوجية في القرن 21. إن التحول الرقمي في التعليم يعد من أولويات جامعتنا، من خلال وضع الأساتذة في صميم هذا التطور، حيث سيمكن المشروع Green Bet من اكتساب مهارات تكنولوجية حديثة، ويسهل عليهم الاتصال والتعاون والتفاعل فيما بينهم ومع الطلبة. ومن خلال هذا المشروع سنتمكن كذلك من استغلال أساليب ووسائل مبتكرة من أجل جعل العملية التعليمية أكثر إبداعاً وفعالية وقدرة على التكيف مع احتياجات العالم الحديث. إن التطور التكنولوجي في مجال التعليم أصبح يلعب دوراً فعالاً في تحسين وتطوير العملية التعليمية، ويعتبر الواقع الافتراضي إحدى الابتكارات والتقنيات المهمة التي أحدثت تحولاً في طرق التعليم والتعلم، يتيح الواقع الافتراضي للطلبة الدخول إلى بيئات ثلاثية الأبعاد تفاعلية تحاكي الواقع الحقيقي، مما يمنحهم فرصة استكشاف المفاهيم والمعلومات بطريقة عملية وتطبيقية، حيث يمكن للطلبة من خلال الواقع الافتراضي إجراء تجارب علمية، زيارة أماكن تاريخية، أو حتى استكشاف أعماق الفضاء، وكل ذلك دون الحاجة إلى مغادرة قاعة الدراسة. وتعزز هذه التقنية التفاعل وتزيدهم من مستوى التركيز والانتباه والتفاعل لدى الطلبة، كما تسهم في تحسين الفهم العميق لمحتوى المواد التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الواقع الافتراضي بيئة تعليمية آمنة للتجارب التي قد تكون خطرة ومكلفة في الواقع. ولا شك أن هذه التقنية تقدم آفاق واسعة وواعدة لمستقبل التعليم، وتعد وسيلة فعالة لتعزيز التعلم الذاتي والإبداع. في الأخير، أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من يشارك في هذا المشروع الطموح، ولكل من يشارك في هذا اليوم الإعلامي. أتمنى لكم التوفيق والسداد، وأعلن عن انطلاق فعاليات هذا اليوم الإعلامي. We are very pleased to welcome you today to the occasion of this information day for the VNet project, a project that is primarily based on pedagogical innovation and digital technologies. This project contributes to preparing our teachers and students to face the educational technology challenges of the 21st century. The Green Bet project focuses on digital transformation in education, equipping teachers with modern skills to enhance communication and interaction. Virtual reality plays a key role, allowing students to explore immersive 3D environments for practical learning, boosting focus and comprehensive, and fostering a creative, autonomous, and safe educational experience.